مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخلق. النهارده الجمعه نبدا الرساله بتاعتي وبتاعت برنامج باب الخلق. طل على كل من تحب، اسال ولو هو حتى ما بيسالش مش مشكله، تقدم يا اخي، تقدمي يا اختي، الحياه ابسط من كده بكتير. الحياه زي ما قلت قبل كده وكنت بايخ لما قعدت اتكلمت مع احد زملائنا على والدته، الحياه بتختفي في لحظه، لكن مش معنى كده انه الواحد يقعد ما يعملش حاجه، لا، وقد تستمر لحظات وايام وشهور وسنين زي حالتي كده لغايه ما الواحد يخلل. فما انت ما تعرفش الحياه رايحه فين. خلينا نبقى قريبين من بعض. حين تقسو الحياة على الناس بأسباب كتيرة ولظروف كتيرة، ما بيبقاش في مفر غير الونس من القريبين. اللي بيزعجك يعني يخليك لطيف معاه بس، مش أكتر من كده. واللي بيودك وده، وقرب كده وتلاقي الدنيا مختلفة. كل ما الناس العائلات بتتقابل والأصدقاء بيتقابلوا، ده بيعمل حاجات عضوية في الجسم، يخلي الجسم ينتعش، ومفيش أسباب منطقية للانتعاش يعني الأسباب كلها تبقى قدامك كده ما فيهاش حاجة منطقية للانتعاش. زي ما أنا فكرت مثلا كده، سمعت إن ذكرى فنانة كبيرة، فقلت أعمل لكم حالة من الانتعاش رغم إنها القصة حزينة، ولكن زي ما بيطلع من الشوك ورد بيطلع من القصص المأساوية حاجة تمتع مش بس المصريين، أمتعت العالم كله. دليدا. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis faire bientôt deux ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût, et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis malade. Du talent avant ta peau.
Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera, je suis malade, complètement malade. Malade, cerné de barricades. Tantôt je suis malade. طبعا المسرح اترق، شفت الروعه. العجز بقى هنا، انا ما بعرفش لغات، فطبعا ما عرفتش اسمع عمري داليدا. لكن لما قالوا لي انه بكره النهارده يعني يناسب ذكرى وفاتها او لا ذكرى ميلادها، فبدات اقرا عنها. طبعا انا شفتها في الافلام بتاعت عمنا يوسف شاهين، وطبعا ما اقدرش اتكلم عن داليدا لان انا ما لم التقيها، ولم بس قريت عنها حاجات، ممكن احكي لكم بعض هذه الاشياء. لكن طبعا مش هقدر اقول اسماء الرجاله، لانه مشهور عن داليدا انه كل اللي اقتربوا منها اللي حبوها بعضهم انتحر وبعضهم حاول الانتحار. وهي بنت من شبرا زي ما انتم عارفين، واصلها مصري طبعا، مصريه لكن جذورها ايطاليه. وبدات حياتها يعني كانت ظروفها صعبه، ووالدها توفى. والدها كان عازف في الاوبرا، كانت هي تحكي تقول ان انا بشوفه وهو بيلبس السموكن وكده، وبيبقى حاجه مبهره جدا بالنسبه لها. كان عازف كمانجا في الاوبرا، وبعدين توفى والدها فاضطرت تنزل تشتغل. اشتغلت سكرتيره وتعلمت الاله كاتبه زمان، كانت دي حاجه يعني من بنت تتعلمها تنزل تشتغل سكرتيره على طول. وبعدين لوحدها كده من غير امها ما تعرف، راحت اشتركت في مسابقه ملكه جمال مصر سنة 53 حاجة زي كده، ونجحت طلعت خدت ملكة جمال مصر سنة 1954. وطبعا انهالت عليها الصور والحاجات، ويلا تشتغلي، وخدوها فيلم سيجارة وكاس لو انتوا فاكرينه، طبعا فيلم شهير جدا، وعملت دور فيه. لكن ما توفقتش وسافرت، واكتشفها واحد فرنساوي، مش هقول اسماء عشان ما هتبقى فضيحة يعني اعلامية مش كويسة، ممكن نتعاقب عليها. وحبت حد، وبعدين الحد دوت كان خطيبها، وبعدين انتحر. وبعدين حبت شاب صغير طالب، وحصل حمل في علاقتهم يعني. ولكن هي عشان هي مطربة مشهورة، بقت مطربة مشهورة بقى، ما قدرتش تحتفظ بالحمل ده، فعملت إجهاض. الإجهاض ده أدى إلى عقم، فما بقتش تنجب. بعد كده عاشت قصص حب كتيرة، وآخر قصة الحب كان فيه دكتور مشهور عالمي. دي من ناحية الجوانب الإنسانية اللي عملت في داليدا حالة بصراحة أنا ما أقدرش أعرفها، لكن كل المكتوب عنها حالة غموض، يعني مش مفهوم داليدا نجاح مش معقول، لأنه كانت بتغني بالعربي، فرنساوي طبعا زي ما سمعتوا، إنجليزي، إسباني، عبري، يوناني، بتغني أظن ب 12 لغة أو بعشر لغات، بتغني بيهم كويس جدا. ولما نجحت في فرنسا جدا، فالأمريكان حبوا ياخدوها، ولذلك فرنسا بتعتز بيها جدا. وكان رئيس الجمهورية في وداع داليدا لما انتحرت حضر الجنازة، واحتفلوا بيها طول يعني وهي عايشة، وبعد ما ماتت عملوا لها احتفالات كتير جدا. لكنها ما رضيتش تروح أمريكا رغم أن طلبوها، وهي بتغني بالإنجليزي كويس، لكن فضلت في فرنسا وأصبحت مطربة فرنسية شهيرة جدا، خلت الغنوة الفرنسية ليها مكان كبير في العالم. ولذلك قدرت من الحكومة الفرنسية مرات ومرات، حتى انهم حسب ما قريت انه بعد 20 سنة من رحيل داليدا
عملوا لها تمثال على المقبره بتاعتها، مش عارف اظن صورته، انا قلت لزمايلي والهبه يطلعوه، هنطلع. عملوا لها تمثال على المقبره، تمثال في غايه الجمال، بعد 20 سنه من رحلها، يعني بعد في الذكرى ال 20 سنه، شوفوا عاملين لها ايه. دي مقبره دليده، بصوا عاملين لها ايه، حاجه تحفه، يعني حاجه تحفه، وراها الشمس. ودي ما شفتهاش معمولة لحد مطرب عالمي، ما شفتهاش، يعني بالنسبة لنا احنا ما عندناش حاجة زي كده. التمثال البائس بتاع فريد بتاع عبد الوهاب اللي موجود في باب الشعرية تمثال حزين جدا. تحس ان عبد الوهاب ده مفروض مثلا كان بيغني مثلا في قهوة شعبية وبتاع، حاجات زي كده، مش بحجم عبد الوهاب العظيم ابدا. شوف ده بعد 20 سنة من رحيل دليد عملوا التمثال ده، وخدت طبعا وهي عايشه جوائز واوسمه وحاجات كتيره. لكن ايه الحياه، كتبت رساله قالت الحياه ما بقتش لطيفه، ما بقتش جميله، لم تعد تحتمل، وهي في عز مجدها. بيقولوا الناس المقربين منها ان هي بدات تبص في المرايه كويس، بدات بعد ال 50، كانت 54 سنه، وبدات التجاعيد، وكانت عايشه قصه حب مش متوفقه فيها، مش متظبطه فيها. وهي كانت من قبليها بسنين كانت حاولت الانتحار، لكن انقذوها بعد 5 أيام في غيبوبة وخرجت منها. بدأت تعمل حاجة مهمة جدا اتكلمت عنها، هم هناك علموها، قالوا لا انت لازم تكتشف نفسك. ففي طب لاكتشاف النفس، عادية المراجعة، طالما هي يعني انقذت وتراجعت وطلعت وبقت كويسة جدا، لكن سيطر على الاحساس ده. فازاي النجاح ده كله والعظمه دي كلها؟ انتوا عارفين بره المطرب لما بينجح بتبقى الفلوس ملهاش حساب، والتكريمات ملهاش حساب، والاحتفالات ملهاش حساب، وحياته بتبقى حاجه تانية خالص غير نجومنا هنا. يعني نجومنا هنا في بتاخد اجور كبيره ومش عارف، لكن ما بيحصل لهمش اللي بيحصل بره. هي مجرد اسطوانه حصلت اظن في 56 سنه، بعت نص مليون، بقت دليده في الثراء ده، سيبك منه بقى الفلوس. هما حتى اصحابها والناس اللي كانوا معاها يقولوا الفلوس ما كانش في حياه دليده حاجه مهمه جدا، لان الفلوس كانت ما تتعدش، اسطوانات هناك في حقوق وفي حاجات زي كده. فعاشت دليده حياه صاخبه. ايه اللي خلاها تنتحر بقى؟ انا ما اعرفش بصراحه، انا ما اعرفش. لكن هي مطربه مصريه خرجت للعالم وحققت نجاح ساحق. فعشان أقول أنه من وسط الحاجات، من وسط الألم يخرج أمل كبير بصوتها الحقيقة مش معقول. يعني الفرنساوي اللي اكتشفها ده كان في الأوبرا زين الفرنسية، عبقري. هي ممثلة كانت عادية، ممثلة هتعدي، لكن هو ما عرفش إزاي سمعها. فصوتها يعني، أنا مش من هواة الأغاني الإنجليزية، مش لأني بحبهاش، لأني ما عرفهاش، انما شفت صوتها عامل ازاي. طبعا انتوا عارفين اغاني، انا عشان كده حبيت اعرض لحضراتكم اغنيه يمكن مش كل جمهور التلفزيون بيشوفها، لان انتوا متعودين على سلمى يا سلامة والاغاني اللي هي بتغنيها باللغه العربي على انجليزي يعني كده. فدي ذكرى رحيل فنانه كبيره، ذكرى ميلاد او ذكرى رحيل، يعني بنتكلم على دليده. هي مواليد حاجه و30 33، وتوفت حسب ما انا قريت سنه 87 1987، والنهارده عدى على وفاتها حوالي 32 سنه، وما زالت دليده مطربه كبيره في العالم كله بيسمعوها وبيحبوها. فهي بتقول اصبحت حياتي ملهاش حكايه، لا قعدت بتشرب ولا بتسهر ولا الاكل ليه طعم ولا الشرب ليه طعم. فخلي بالك، دي بتدي لك انذار. لو انت حسيت بكده لحظة، مش انتحار ولا حاجة، لان احنا ملناش في القصة دي، احنا كشعب ملناش في القصة دي، لكن لما تبقى في الحالة دي حاول تساعد نفسك. يعني حاول تساعد نفسك ان يبقى الحاجة ليها طعم، وان حياتك لازم يبقى فيها حكاية. اي حكاية على فكرة، الحكاية مش بأهميتها، الحكاية بانها تشغلك وتبسطك. اي حاجه، ما تخليش حياتك فاضيه. يعني اصعب حاجه تمر على الانسان ان حياته تبقى بلا معنى، ملاش طعم،
عشان ده اللي ده حاسس كده في الاخر، شاف التجاعيد واللي بيحبها مش مهتم بيها الاهتمام اللي هي عايزاه وخلاص، ايه يعني؟ فشربت كميه مهدئات محترمه وهي خلاص ومشيت تمام. فده انذار للناس العايشه انه انت ما توصلش نفسك مهما كانت الحياه صعبه للياس. وخلي بالك احنا بنتكلم بقى حياه صعبه مش بس فقر، لا ده احنا بنتكلم على ست غنيه جدا ومشهوره جدا ومع ذلك الحياه تبقى صعبه، فما بالك ان الظروف اصلا يعني ما يعلم بيها الا ربنا. فيبقى انت لازم تحاول تساعد نفسك، انا بحاول بنجح ساعات بفشل كتير، انما بيكفيك ان انت بتحاول تبص على الدنيا، الدنيا جميله جدا جدا، الدنيا رائعه لانها من خلق الله سبحانه وتعالى. الوحش في الدنيا اللي احنا عملناه يعني خلق الناس غير خلق الله سبحانه وتعالى، الله خلق كل شيء جميل كل شيء حلو، احنا اللي بنبوظه واحنا اللي نقدر نشوفه حلو، يعني احنا اللي نقدر نحول المساله اللي هو زي المثل اللي يقول لك شوف النص المليان في الكوبايه ما تشوفش النص الفاضي. شوف دايما في حاجات حلوه في الحياه وفي حاجات وحشه ومؤلمه ومزعجه، لكن مش هتمشي الحياه مش هتمشي ابدا الا اذا انت بصيت لها بصه فيها شيء من الموده. انت وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بص لها كويس والله ما هتبص لك الا كويس جدا. عندنا بقى تقارير النهارده، ايه بقى؟ طبعا الاول بنعي الفنان الكبير والاستاذ الصحفي الكبير الاستاذ سعيد عبد الغني، توفى اليوم. طبعا سيد عبد الغني صحفي كبير وكان صحفي في الاهرام وكان ماسك صفحه الفن في الاهرام، وبعدين هو كان غاوي تمثيل وبدا التمثيل رحله التمثيل من السبعينات وقدم اعمال كتيره جدا وخد جوائز كتيره جدا وكان انسان خلوق جدا جدا. طبعا انا التقيته مرات كثيره، يعني اشتغل مسرح واشتغل تلفزيون واشتغل اذاعه واشتغل سينما واشتغل كل الحاجات، وكان ليه طله خاصه وكان ممتع جدا. توفى عن 81 سنة، وطبعا انتوا عارفين ابنه احمد، واحمد من السيدة اخت زهرة العلا مرات سعيد عبد الغني. فاحنا بنقدم كل العزاء لاحمد والعزاء لكل محبي سعيد عبد الغني. كان فنانا جميلا وكان صحفيا كبيرا وصحفي مهم واستاذ، يعني علمنا اشياء كثيرة جدا. فبننعيه ونطلب يعني من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الليلة أبرك لياليه وأن يضيء قبره يعني من هنا لآخر الدنيا إن شاء الله. عندنا بقى هناخد عمنا الصعيدي. في عندنا تقرير عن البرد، عاملين إيه في البرد؟ بصراحة أنا يعني ما كنتش عمري ما يعني ما ضد البرد، بحبه جدا، لكن العظمة حصل فيها حاجة فبقت بتضرب جامد، يعني تلاقي الرجل كده فكة والإيدين عاملة، لدرجة أن أنا دلوقتي باجي لابس جوانتي ودي مش من عادتي خالص، لكن هو السن اللي حكم. البرد كان شديد جدا وما زال، يعني خفت وطئته شوية. فزميلتنا هايدي ولا مين اللي عاملة؟ سلمى أزاز عاملة تقرير عن البرد، تعالوا نشوف. انا اسمي عمر. عزيزه سلمى احمد. عايده جمعه فرج. اسمي ام احمد. اسمي عوض احمد وموظفه في الجامعه. انا اسمي محمد احمد عبد الحفيظ دودو. الشتاء والفصل اللي احنا فيه دوت مش عشان ساقعه هتقف الدنيا، مفيش حاجه هتقف على حاجه. هنعمل ايه؟ اكل العيش وحش يعني، والجو زي ما انت شايفه كده اهو، زي ما انت شايفه اهو ساعه وهوا. الصبح الساعه 6 كده، انا بقوم من البيت الساعه 5:30 كده بكون طالع من البيت، عبال ما باجي هنا بقى بكون خدت البرد كله. نشفانه زي ما انت شايفاني قاعده كشه اهو، بطلع من بعد الفجر بصلي الفجر واطلع، بيبقى الجو رصريس
بس هو ربنا بقى هو الحامي بقى. بنزل الساعة 3:30، الجو بقى صعب صعب جدا. بصحى الساعة 4، هنعمل ايه اكل عيشنا؟ والله بننزل الغيط عشان اكل عيشنا والغطيانين لابسين اهو والله حاجة اهي بروفلات اهو وحاجات اهي كتيرة اهي تحت اهي. يعني بيبقى لابس جاكيت وفاهم عن هو منه جاكيت تاني ومعاه فاهم عن نظام يعني حاجة فاهم عن نظام عباية بلفها برضو على وش وبلبس هنا فاهم يعني ايه نظام جاوند وانا جاي بس اجيب هدوم تقيله كده عليا صوف وبلبسها وانا جاي واجيب تلفيحتين كده على جسمي لابسه يجي سبع هدوم اهم لابسهم فوق بعضيهم وانت شايفه شالين وخمرين وشغلانه ايه الواحد بيبقى قايم الصبح بعجوبه وغصب بقى لازم الشغل ما لازم الانسان يجي الشغل امال يعني هيروح فين الحمد لله يعني هو الغطا خفيف بس ماشي الحمد لله والله عندي بطانيتين وحرام حرام سوق الحمد لله يعني بيغطينا انا والعيال بننام جنب بعض في اوضه واحده لا عشان البرد ما انا بخاف عليهم وربنا يخليهم لك معايا اربعه انا عن نفسي لازم بطانيتين واي حاجه تقيله فوق عندي رجليا عشان اعرف طول ما رجليا دفيت انا بعرف انام والله العظيم عندنا البطاطين لا يجي 20 سنه 30 سنه من ساعه ما اتجوزت بطانيتين والحيف احنا عشتنا على قدنا يا صوف رشي بقى احنا يعني على قدنا يعني احنا ارياف فلاحين احنا فلاحين حضرتك لا البطانيه حلوه وتقيله اه بطانيتين ولا حاجه على قد الحاجه اللي عندنا بقى المثل بيقول لك على قد الحافك مد رجليه هعمل من ايه على قد الغصه اللي عندي بضغط بيه احلى اكله بتبقى المفضله يمكن عند الشعب المصري كله ويمكن احنا عاملينها النهارده العدس فتة العدس هو العدس يعني نعمله فتة ونقص يعني بعيش بالمخبوز ده ونقص للمحشي والحاجات دي لا عدس لا محشي هو اقرب حاجه ليا اللي انا شايفه انا بعمل عدس اعمل يعني مش فاهم مش قادر ان انا اعمل محشي شويه شوربه عدس شويه سبانخ حاجه من اللي هي بتاع الشتا دي بتدفى شكرا يا سلمى على التقرير اللطيف تقرير لطيف قوي الناس دمها خفيف جدا احنا بقى برضو نزلنا في البرد بس احنا نزلنا في البرد والتراب شفتوا كان اول امبارح عامل ازاي كان حاجه رهيبه انا طبعا الصبح قالوا جو كويس الشمس حلوه بتاع نزلنا مجرد ما وصلنا لشارع المعز كنا هنقابل ست اسمها قمر وهنقابل يعني سيده ثانيه اخرى بتبيع بتعمل نحاس وكده منى فقابلنا قمر بقى وقبل ما اخش قابل قمر بعشر دقايق واذا بالتراب ينطلق لكن انا ما حبيتش ازعل قمر يعني وست منى كانوا مستنيينا وكده فنزلنا اشتغلنا في التراب هتشوفوا بقى ست قمر دمها خفيف جدا ولطيفه جدا وتعالوا نشوفوا مع بعض ازيك الله يسلمك يا بيه عامله ايه الحمد لله يا بيه اسمك ايه قمر حسين ايه قمر حسين قمر اه محمد قمر حسين اه منين من الدويقه من الدويقه بتشتغلي في شركه بقى اه شركه استاذ جمال عوف كويس بالك قد ايه بالي بتاع 6 سنين دلوقتي شغلانه كويسه حلوه الحمد لله بنزل الساعه كام البيت بنزل الساعه 6:30 بقى بصل هنا 7 مواعيدي 7 من 7 انت شغال في المكان ده ان شاء الله سبعه من سبعه الصبح لسبعه مساء اه جوزه اه معايا احمد اسلام جوزك بيشتغل ايه لا ده بيشتغل كده على باب الله برضه استرزائي يعني بيشتغل ايه في المسك في جراج كده بتاع عربيات وعايشين مع بعض كويسين يعني الحمد لله وايه اللي شغالك بقى الشغلانه ديت عشان انا كنت دخلت عيالي المدرسه وعايزهم يتعلموا طب ما جوزك بيشتغل لا ده هو بيشتغل اسبوع ويقعد اسبوع جار
يعني يشتغل اسبوع ويقعد اسبوع. ايه ليه؟ في جراج عربيات من اللي بتركن في الموسك دي تحت الكوبري بتاع الموسك. يعني هو اللي خلاكي اضطريتي تشتغلي؟ لا 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 يعني ظروف البيت. يعني ظروف البيت. اه من امتى بتشتغلي؟ انا بقالي بتاع 6 سنين. 6 سنين بتشتغلي؟ نزلتي تشتغلي لما الدنيا ضاقت عليكم؟ اه اشتغلت الشغلانه دي بس؟ شغلت اول مره ليا شغل هون هنا بس. اه مشيتش كده ولا كده. ما اشتغلتيش في حته ثانيه؟ لا. قلت بقى عشان اعلم عيالي وكده. مين قال لك بقى انك لازم تعلمي عيالك؟ مين اللي علمك كده؟ انا قلت اعلم عيالي بدل ما اتعلمتيش. عشان انا ما اتعلمتش فقلت اعلم عيالي واشوف اللي ما شفتوش في نفسي اشوفه فيهم. فلاقي انت عيالك عندهم قد ايه؟ اسلام او اسلام معاضي خلص المدرسه وراح الجيش النهارده اول يوم بالسلامه النهارده. طيب كويس. ده خلص ده خلاص. احمد طلع من اعدادي. احمد مش هوايا طلع من اعدادي. طلع من اعدادي ما كملش؟ لا اخوه قال له خد شهاده اعدادي. قال له لا انا مش غاوية. يعني مش حتى ما خدش الاعداديه؟ امال بيشتغل ايه؟ ما كانش بيشتغل. نزل بقى له قصة ايام ربنا يهديه. يعني متحايل عليا ينزل يا ابني. طب ساعدنا ومساعد ربنا. فنزل امبارح والنهارده بس لما لقى اخوه مش الجيش. نزل فين بقى؟ بيساعدني مع واحد هنا بتاع نحاس عودي شغلته راجل كويس. يعني ما قدرتيش انك تعلميهم؟ لا مش مقدرتي والله. ده ابني اسلام كان عايز يخش الكليه وكده زي الجدعان اللي بيخش. وانت منين؟ انا من فيوم بس متجوزه هنا في الدول. هتعيطي ليه؟ هتعيطي ليه؟ ما احنا ماشيين كويس. مالك يا قمر؟ انا ما بعيطش. اتجوزتي امتى؟ انا متجوزه من عمر اسلام ابني بقى. ها؟ اسلام عنده 20 سنه. متجوزه من 20 سنه؟ اول ما اتجوزت جوزك ده تعرفيه منين؟ هو من امبابة. بس خالته كانت عامله على المسجد عندنا في الفيوم وجت شافتني يعني وكده وقالت لي اخدك لابن اختي. ابوك كان بيشتغل ايه؟ ها؟ ابوك كان بيشتغل ايه؟ ابويا انا؟ هو كان استرزاق يعني امه غلبان. مات الله يرحمه وهو ميت. الله يرحمه. امك ماتت طول عمرك في شقه كده؟ ها الحمد لله. يبقى سعادتك كده نفسك تاخدك تعملي ايه؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي في حاجات كتيره. قولي. ما اقولكش. قولي هاي. يعني ممكن انا كنت زعلانه انا وجوزي قعدت بره سنه. زعلانه انت وجوزك؟ قعدتي بره فين؟ كنت واخده اوضه هنا في الجماليه بدفع له 450 جنيه. عشتي لوحدك؟ بالعيال؟ انا وعيالي انا واسلام واحد. وبعدين رجعت؟ بعدين رحنا خدنا شقه ثانيه على مزلان الدويقه كنت بدفع له 450. انا بقول يا رفقت بحالتي انت وعيالي. ايه قالت لي خد منك 2000 جنيه تقديمه. فقلت لها لا مش مقدرتي انت عارفاني يعني. قالت لي ماشي يا ام اسلام انا اخد منك 1000 جنيه وانا عارفه الظروف. قلت لها ماشي. والايجار يبقى كام؟ 450 في الشهر. ده غير ال 1000 جنيه؟ اه ال 1000 جنيه تقديم. وانت عايشه انت والعيال بس من غير جوزك؟ اه. وبعدين رجعت اتصالحتي انت وجوزك؟ وبعدين اتصالحنا تاني من يومين بس بيقول لي نمشي تاني. قلنا له انا مش يمشي. يمشي منين بقى؟ طردنا من الشقه بتاعتي. يعني هو هيمشيكي؟ يعني عيال قالوا لي لا مش هنمشي. يما قلت لهم مش هنمشي نروح فين؟ من شقه لشقه. وبعد ما روحنا يعني الشقه اللي ساكنين فيها دلوقتي ديت انت بتدفعي ايجارها ولا هو؟ هو. وقال لك يلا هتمشوا بقى. عايز يمشينا تاني بعد ما روحنا وصحى. انت بتزعليه في ايه؟ انت بتتخانقي معاه؟ لا والله. لا والله يا بيه. بتطبخي كويس؟ الحمد لله. وبتنظفي البيت؟ امال ماله زعلان من ايه؟ ما اعرفش. فهددك بقى انه يمشيكي. طب هنمشي نروح فين؟ كان سابنا بقى في حالنا زي ما احنا كنا مكنين وخلاص مع الحاجه اللي سكنتنا عندها دي. طيب بيبقى نفسك في ايه تاني كمان؟ قولي لي كده دردشي معايا كده. دردش بس والله نفسنا في حاجات كتير يعني. نفسنا نلبس لبس كويس زي الناس. نفسنا نبقى عايش كويسين بالنا رايق في الشقه مش نقعد في قلق. بس ايه اللي عامل لك قلق غير جوزك؟ جوزي بس. بس ربنا يهديه. بدو له فلوس. مرتبك ما بيقضيكيش؟ المرتب لا ما بقضيش. انا النهارده ابني واخده له والله استلفت له امبارح فلوس عشان يمشي الجيش النهارده. يا رب يقضوا له على خير هو واللي معاه. لا ان شاء الله. ان شاء الله يرجع لك بالسلامه. ان شاء الله يا رب. اسلام غلبان الله يبارك. عندك تلفزيون؟ لما كنت هنا في الجماليه جماعه ربنا يبارك لهم يا رب يكفيهم شر المرض جابوا لي تلفزيون. كنت طالعه بحته السرير وهدومي قدام عيالي بس. فلما الجماعه شافوا كده الناس هنا ربنا يبارك لهم ويخلي لهم عيالهم جابوا لنا تلفزيون وجابوا لنا بوتجاز حداد صغنن والله وجابوا لنا اللي احنا عايزينه كله. بوتجاز من غير فرن؟ فوانتوا كتر خيرهم. ما كناش لاقيين ميه نسخن الميه نسخن. بتاكلوا ايه في العاده يا قمر؟ اي حاجه اللي مقسم ربنا بناكله يا بيه. كله كويس؟ الاكل كله حلو لو بدقه بس البال يكون مرتاح ورايق. بس انت بالك مش مرتاح؟ الحمد لله. قاعده قلقانه من جوزك لما اشيكي في اي وقت؟
بس احنا مش هنمشي عشان احنا تعبنا من فيك كفايه. طيب تشتغلي من 7 لـ7 وبعدين تاكلي ايه بقى من 7 لـ7 دي بقى؟ بروح اعمل اي اكل. يا ما تاكليش طول ما انت بتشتغلي؟ لا بجيب. تجيبي سندوتشات من هنا تشربي شاي وسندوتشات. الحمد لله. وبقوليكي اجازه يوم الجمعه ولا يوم ايه؟ اي وقت. يوم واحد. مش معارض معانا البي والله على حاجه، بقول اي كل اسبوع يوم. احنا علينا 4 أيام في الشهر. بس. كل اسبوع. والبي كويس معانا والله. شغلكم كويسين. كويس والله معانا. نفسك تلبسي كويس. والله والله تصدق بالله بعد على الفاكهه عن تشغل. ربنا يضحك يا شيخ. والله بنبقى نبصنا ونقوم نمشي. طب خلي مصروف بكره. ما انت خايف هتصرف الموز والبرتقال وكده. والله العظيم يا بيه. خليها لبكره. والله العظيم. وتعملي زي الفريد الأطرش بكره ده ما بيجيش. لا بيجي بخير وسلامه. بيجي. لا الحمد لله. ان شاء الله اخر اسبوع تجيبي كيلو موز كده قشطه حلوه. حلو ورضا الحمد لله. هي اللي بيرضى باي حاجه بقليله يعني. مش اي مش بيتنمرض يعني على حاجه ولا كده. ولا يبقى بص لحد بره ويقول له لا ده فلان لابس كويس نلبس زيه يمه ويغصبوا عليا. مش ضروري. لا ما بيغصبوش عليا هم كويسين وبيرضوا بالله قسمهم ربنا. حلو نعم. اللي بيرضى بقليله بيعيش. ويوم من الايام يلبسوا احسن منه. حلوين الحمد لله. حد عارف الدنيا فيها ايه تروح بينا فين؟ احنا بننام ونغفل ولا بننام ولا بيخفل. انت عارفه الجامع ده بتاع مين؟ اقمر الحاكم بالله الحاكم معدل الكريم. ها؟ ربنا سبحان الله وتعالى. الحاكم بامر الله. الحاكم بامر الله. ده اللي منع الملوخيه عارفه؟ ما تعرفيش انت الحكايه دي؟ لا ما اعرفش. بتشوف الجماعه اللي بيجي يصلي عند اللابسين ابيض دول؟ بيجوا بالعربيات كتيره وبيخشوا عند الحسين عشان لا تجيش ده ابيض. لا انت بتروحي ماشي؟ لا بنركب. تركبي ايه؟ مصرتين بركب عربيه باب الشعريه وانزل من بنزل وحيد ومن وحيد بنركب بالجيب عند عندي. بتدفعي كام بقى في المشوار ده رايح ورايح؟ بنزل ب3 جنيه وبطلع ب3.5. يعني المشوار كله كل المواصلات دي ب3 جنيه؟ كل يوم 5 جنيه بتاعت 6 جنيه. 6 جنيه مواصلات. حلو كتير. كويس كويس. بس بقول لك انا بقول ان البنزين هيغلى تاني ومش هيغلى تاني طبعا. لا مفيش حاجه هتغلى. انت ماشيه على الله الحمد لله. وكنت مطلعين بطاقه تموين كنا 4 أنفار فيها انا وعيالي وجوزي. شالوه شالوا 2 وخلونا 2. شالوهم ليه؟ عملنا تظلم للبطاقه قالوا هنرجع تاني لحد دلوقتي ما رجعناش. والبطاقه دي تفرق معاك يا قمر؟ حلوه. بنجيب زيت نجيب سكر نجيب شاي نجيب رز. حلو يا بيه. وتجيبي بدل الزيت مره فرخايه ولا حاجه؟ على رايك. تبقى ليله قشطه. الحمد لله. ما بتمشي برضه يعني ما لناش خساره. بتنفع. مفيش حاجه منها خساره. ربنا يديك الصحه. عندك اخوات؟ عندي. شوفيه. بس كل واحد في حاله يعني. في الفيوم كل سنه بمشي لهم مره. مره كل سنه. طب اعمل ايه؟ مواصلات هتكلف. والمواصلات بتاع الفيوم غاليه. ما عنديش اخوات هنا في القاهره. معايا اخويا بس في حته بعيده كده. يعني انت دلوقتي كده في مصياده مع جوزك ما بتعرفيش تلاقي حد يساندك ولا حاجه لما جوزك؟ يا كريم الله بس ربنا سبحان الله وتعالى. وابنك اللي كبر ده اللي دخل الجيش ده بقى كبير. يقدر يا برضه يدافع عنك. كان بيشتغل معايا وبيساعدني وربنا يقضيه على خير ان شاء الله. وربنا يهدي لك جوزك ويقويني ويقويني لهم لما ربنا يقضيه على خير ويهدي لنا ابو سلام. يا رب. صباحك فل يا قمر. نهارك زي العسل. نهارك اشتغل. يا رب يخليك. الناس بقى اللي متخصصة في الأبحاث والدراسات تاخد بقى قمر دي وتحطها كده. شوف بدأت قالت كل حاجة تمام الحمد لله وراضية وجوزك معاك. قالت جوزك معايا وكويس قوي. ده البداية. وبعدين تلمسها كده الفكرة مش قمر بس. أنا مثال لو قعد حد يسألني كده برضه هعيط زيها كده. وراحت معيطة. وبعدين تلمسها كده تضحك لأن هي مش نكدية ولا الشعب المصري فيه ده النكد ده خالص. انما الحياه اصعب يعني. انا ارجو اخ جوز ست قمر لو هيشوف الحلقه او حد من اصحابه يقول له يعني اذا كان متضايق من العيال ومن مراته يمشي بس يطرد الام والعيال. طب هم يروحوا فين يعني؟ ده لا ما فيهوش اي عداله خالص ولا قانون ولا دين ولا اي حاجه تسمح بكده خالص. لكن يعني عايزه ايه؟ قالت لي عايزه الناس. وبعدين كده يعني انا بقى بشوف الفاكهه تقول بكره
بكره نشتري كيلو موز ولا حاجه، ويجي بكره تقول بعته مش مشكله. يعني بتفضل تمني نفسها، ما بتقولش مش هشتري عشان يبقى عندها امل. ام قمر دي ولا قمر دي بتدي حكمه صغيره كده، ان هي ما بتقولش انا مش حاضر اشتري فاكهه فتعقد نفسها وتعقد العيال، تقول لا ان شاء الله بكره. تقوم تشتريها مره في الاسبوع، عشان هي لو اشتريت كل يوم مش هينفع، مفيش فلوس لكده. حته كمان صغيره، مواصلاتك بكام؟ قالت لي بروح بتلاتة جنيه وبرجع بتلاتة ونص. الخمسين قرش اللي احنا لا نستعنيها ابدا، او ناس كتير عند قمر بتتحسب، قالت لي تلاتة وتلاتة ونص وما اعترضتش، قالت كويس. بس عشان احنا احيانا نتعامل يعني الجنيه مش قد، لا هو مهم. لو هو مش مهم ما كانتش قالت تلاتة ونص، كانت قالت بروح بقرب بتلاتة وبرجع بتلاتة وخلاص وخلصت الحكاية على كده. إنما النص جنيه اللي احنا بنعتبره ولا حاجة، لا هو بنص جنيه مع نص يبقوا جنيه، مع أربع تنصاص تانيين يبقوا تلاتة جنيه، مع أربعة كمان يبقوا خمسة جنيه، تقدر تجيب بيهم كيلو موز دلوقتي، الموز رخيص، وتتبسط هي وعيالها. فمش بقولك يعني اديها جنيه ولا تاخد منها جنيه ولا حاجة، بس بقولك إن الناس عايشة كده، عايشة كده وحمد ربنا ومبسوطة وسعيدة، وزي ما انت شايف تجيبها كده تعيط تعيط، تجيبها كده تضحك تضحك. ناس طيعة جدا ومستقبلة للحياة بصبر وبرضا وبقناعة. أم أمر أعتقد أنها قالت كل هذا الكلام. نعمل فاصل بقى ونرجع نفرجكم على سيدة أخرى بعديها بحوالي 20 متر في شارع المعز، السيدة منى، بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا افتكرت حاجة في حكاية دليدة، لأن إحنا لما جينا مرة في حلقة من الحلقات قلنا الفلوس ما هيش كل حاجة، هي مهمة جدا طبعا لكنها مش كل حاجة. ففي أراء قالت لا هي كل حاجة، فأوكي أنا مش بعترض على الأراء، بالعكس الناس تقول ده وتقول ده وتقول ده، لكن في حاجات زي قصة دليدة كده تكشف لك إنه الفلوس مش كل حاجة. دي ما عندها فلوس ما يمكن ما تعرفش كام، يعني من كتر ما عندها دخل بيخش لها كل يوم من اسطواناتها وأغانيها وحفلاتها يمكن ما تعرفش هي تمتلك كام، ومع ذلك ما قدرتش تشوف الحياة حلوة، يعني ما قدرتش تكمل حياتها وقررت انها تتخلص منها. يبقى فعلا في احيان بتبقى الفلوس مهمة جدا جدا، واحيانا في لحظة تبقى هي كل اللحظة، وفي احيانا تبقى الفلوس كتير قوي ولكن الحياة مش هي. تعالوا بقى نشوف سيدة جميلة جدا في شارع المعز. انتقلنا من الست قمر للسيدة منى، لها قصة. لو تفتكروا صديقتنا اللي صورنا معاها وبتعمل سندوتشات كبدة ومخ وبسطرمة بالبيض وسجق وكده، درست الحقوق مع بناتها. تعالوا نشوف منى عملت حاجات جميلة جدا جدا، وسيدة يعني أعتقد أنها هتعجب حضرتكم إن شاء الله. منى اهلا بحضرتك. فين احمد؟ اهلا وسهلا، موجود. اهلا بيك. ايه يا منى الحاجات الحلوه دي؟ ده كله من خيرك. ده شغلك ده ولا ايه؟ شغلي ايدي. والله شغلي ايدي. ايه بقى الحلقه البنت اللي عاملاها؟ انا. ايه ما تتحط على البوتاجاز؟ لا تقديم بس. تقديم بس؟ ان كان سفره ولا ان كان مطعم للجست بس. وانت اللي بتعمليها؟ انا كل حاجه عندي بتعمليها بنفسك. اقعدي بقى الدنيا برد والهوا عامل، من بقول لهم ما لقيتش الا اليوم البرد ده وعفره. شغل صعب. ايه حكايتك بقى يا ست منى؟ تؤمرني.
ايه حكايتك مع النحاس والحاجات الحلوه دي؟ والله حكايه طويله. حكايه غرامي، حكايه طويله. انت اصلا اتعلمتي ولا ما اتعلمتيش؟ عملتي ايه في حياتك؟ ايه اللي وصلك للشغل النحاس؟ القصه يعني. انا كان جوزي اصلا في النحاس. كويس. جوزك بيشتغل نحاس؟ كان يدوي بقى. عنده المحل ده؟ لا ده مأجره. فين جوزك دلوقتي؟ فين؟ الله يرحمه. الله يرحمه. فضلتي معاه لغايه ما مات ولا اول ما تعب؟ لا اول ما تعب انا نزلت. تمام. انا بقالي 25 سنه. بقالك 25 سنه ايه؟ في الصنعة. وجوزك مات من 25 سنه؟ مات، لا مات من 10 او 8 او 8 سنين او 10. ده عيه كتير. 10 سنين عيه كتير. كان تعب، كان فتره قعد فتره في الغردقه، ولما تعب جه وكان ولادي لسه صغيرين في مرحله التعليم. في الغردقه بيبيع حاجات وبيشتغل؟ كان لا كان بيشتغل برضو شغل يدوي. طيب انت اتجوزتي متعلمه انت ولا ما اتعلمتيش؟ اتعلمت مع ولادي مش قبل ما اتجوز. لا اتعلمت مع ولادي. احنا عايزين من الاول بقى. انت اتجوزتي جوزك اسمه الله يرحمه؟ اسمه حسنين الله يرحمه. حسنين الله يرحمه. اتجوزتي حسنين وانت ما عندكيش شهاده؟ لا كنت معايا ابتدائيه بس. ابتدائيه؟ لاني خدت ابتدائيه واتجوزت. كويس. اتجوزتي كان عندي كام سنه؟ 13 سنه. ليه انت من الصعيد؟ لا من هنا بس. ايه جوزوكي 13 سنه؟ وهو كان عنده كام سنه؟ كان عنده حاجه و20. يعني انت خلفتي كان عندك كام سنه؟ كان عندي 18 سنة. أنا ومعايا 4 كان على 40. براحة يا شباب منى. أنت اتجوزتي عندك 13 سنة، خلفتي عندك كام سنة؟ على طول. على طول؟ بقى عندك 18 سنة عندك 4 عيال؟ وبعدين خلاص توقفتي بقى؟ توقفت. كويس. عندها 18 سنة وعندها 4 أولاد. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك. وبعدين جوزك يشتغل وأنت بتربي العيال؟ في الأول. وبعدين؟ ولما تعب بدأت أنا أنزل أنا. ما كنتش لا أفكر شيء في النحاس. لغاية ما هو تعب دخل قل. فنزلت أنت. نزلتي فين بقى؟ فين الورشة بتاعتكوا؟ لا أجرت محل في الزمالك في طه حسين. رشق كده الزمالك؟ واحدة صاحبتي اللي هي عرفتني بيه. كان ابني دخل اولى اعدادي بدات اذاكر معاه لغايه ما خدت بكالوريوس حاسب ايه، ولغايه ما امريكا بعتت محنه مع جهان السادات. قصدي سوزان مبارك. اهدي مبارك. اهدي معايا شويه. ابنك دخل اعدادي ورحت داخله معاه. دخلتي معاه اولى اعدادي؟ ومشيتوا مع بعض؟ مشينا مع بعض. ودخلت الجامعه؟ ما رضيش يخليني اخش الجامعه لغايه ما خدت. ده حسنين يا عم. حسنين خاف عليك. كنت مجموعي جاب لي بكالوريوس تجاره. كويس. فما رضيش يخليني اخش الجامعه. وعملت فيك ايه؟ قال لي لا ذاكري في البيت. ماشي ماشي. فصاحبتي قالت لي بصي الجامعه ازاي هتذاكري وفي البيت ومش عارفه ايه، خشي. طب حاسب قال لي وخلاص. حلو. خدت بكالوريوس؟ خدت بكالوريوس. وانت في البيت؟ وانا في البيت كنت بروح ايام الامتحانات. وحتى في الاعداديه كنت بروح ايام برضو الامتحانات بس. بس. وكل ده دروس لوحدي بتذاكري لوحدك؟ لا مدرسين ولا دروس خصوصيه؟ لا كان المدرس كان الانجليزي بس عشان ما كنتش. طبعا كان انجليزي بس. وشغال وده كل ما كنت تشتغلي برضو؟ يعني انت بتربي العيال؟ وبعدين بتتعلمي في المدرسه وثانوي وجامعه وبتشتغلي؟ وبعدين يا منى كملي بقى. اقول لك ايه، اقول لك الحاجه. كملي بقى. ايه حكايتك مع سوزان مبارك؟ السيده سوزان مبارك كانت عملت محنه ان لا تشوف محنه ايه. هو في محن بس كان في منحه. كانت عملت منحه للستات اللي هم بيشتغلوا قادرين جدا في الشغل اللي هو الجامد قوي. كانوا 260 امراه أو سيدة. أو سيدة. ماشي. كان المكان بتاعهم في المهندسين. ما كنتش عمري بقى تطرفت أنا من الشغل للبيت، ما أعرفش مهندسين فين ولا ده فين ولا ده فين. المهم كان في مجموعة أمريكان كبيرة، كل واحد معته الليدر بتاعته بنت. فلقوني أنا أحسن واحدة في ال 260 سيدة. في المرشد. آه. الجايد بتاع السايح.
كان اجنبي ومعاه مصريه تولدر بتاعه. كانت تاخد مني الكلام وبتقوله له تمام بتترجمه وانا طلعت الاولى. طلعت الاولى. ادوني منحه برضه في جامعه الامريكيه ست شهور على حسابهم من غير ما ادفع حاجه حتى المواصلات على حسابهم. دخلت الجامعه الامريكيه هنا؟ اه اللي في التحرير؟ لا التجمع الخامس كمان الجامعه الحديثه. خدت ايه بقى؟ لا اول ما دخلت يا دوبك قعدت شهرين فجاه ابني توفى عريس كنت لسه متجوزاه اربع شهور. دعيه ولا ايه؟ هو تعب بس انت عارف المستشفيات لا يفكي لا يفكي شيء في الطب اصلا. بكريكي ولا ايه؟ بكريه. راح مني؟ راح مني كنت لسه متجوزاه اربع شهور. كنت فين بقى؟ كنت في الجامعه الامريكيه. وبعدين عملت ايه؟ خلف بقى مراته كانت حامل لا بس ما عنش عليا اسيبها وجوزتها لابني التاني عشان كان عندها 20 سنه. كويس. نزلت انتخابات مجلس الشعب؟ ايوه ورق قبل ونزلت وكملت وكل حاجه. بس طبعا هما بيبقوا عايزين حد معين. انا كنت نازله عشان المطلقه والارمله والشباب اللي طول النهار البرشام والبودره لكن هما مش عايزين ده. احنا دلوقتي النهارده الشارع باظ. باظ بايه بقى؟ الشارع ده كان اتعمل فيه شغل عظيم. اتعمل باظ من ناحيه ان احنا ملناش لازمه فيه. ليه؟ مفيش سياحه. بينزل سياحه اللي هما الصين يابان مفيش حد بيشتري بينزلوا الناس العواجيز اللي ما تقدرش تشيل شنطه فاضيه. مفيش. يعني انت دلوقتي بالنسبه للسوق الحاجات دي ماشي الحال ولا مش ماشي الحال؟ لا انا لولاش انا ليا اسمي وليا زبوني انا شغاله فيه. حتى المحلات بصي اللي مقفوله دي كلها شارينها البهره من ايام حسني مبارك. طب ما احنا اولى بيها. انا ست بربي يتامى دلوقتي والبهره اشتروها قفلوها؟ قافلين. يعني انت دلوقتي الشغل دوت بتروحي المصنع تشتغلي الورشه ولا دلوقتي عندك عمال؟ لا انا ايوه انا بقى عندي عمال. وانما انت تشتغلي بنفسك؟ حاليا بقى خلاص بقى ما بقتش طبعا لا ممكن حاجات بسيطه اقف جنب الصنايعي اقول له لا كم سنتي لا ده كذا لا ده كذا. يا ساتر ايدي تقيله قوي. ديت سددت باب ليها كل دي؟ تسد الباب بتاع غرفه الصالون سفره نوم. تتحط كده تسد الباب عشان الهواء مش يقفله. تحط كده. بس ليها من هنا ماسكه يعني مش متركبه. كل الحاجات دي عندي ديزايناتي انا. طب ما توريني حاجه انت عاملاها كده يا منى. حاجه انا عاملاها كله انا عاملاه. كل ده انت كل انا مقفله شغلي ده كله. ده انا اللي مقفله كله وانا اللي عاملاه. وعندك معرض تاني بقى لو ده المعرض بتاعك. ده انا مأجراه وهسلمه هياخده صاحبه مني عشان طبعا طمع الشارع هياخده مني في شهر 7 أو 8. وبعدين؟ فماليش مكان فانا بطلب بقول يا ريت تجيبوا لي مكان في الشارع. يا ريت البهره اللي قافلينه ده احنا اولى بيهم مش البهره. انا عايز اعرف البهره خدوا مجموعه محلات وقفلوها ولا في بعضها مفتوح؟ لا هنا مقفوله في شارع المعز كلهم مقفولين. مفيش حاجه مفتوحه. عليكم تاثير جامد. طب بس شغل النحاس ده بيبقى فيه مكسب كويس مش كده؟ الحمد لله. يعني النحاس غالي جدا كويس. والغلا طلبوا بقى واشتغلوا كلهم كويس. علمتهم مع بكالوريوس علوم وتكنولوجيا سيبه ما اشتغلتش بشهادته. علمته دلوقتي قاعد في المصنع بيشتغل. والجامعه الامريكيه خدت منها شهاده؟ لا جه لما ابني توفى بعديها جوزي توفى. بعديها باسبوع. ابنك مات وابوه مات بعديه باسبوع؟ فنفسي اتسدد بقى عن الدنيا عن الشغل وعن الجامعه الامريكيه وعن كل حاجه. بس الحمد لله انا مبسوطه ان ربنا برضو بيحبني على قد ما بيبليني على قد ما بيراضيني على قد ما انا مثلا الناس كلها تحبني على قد ما بيحصل ظرف مثلا زي الجامعه الامريكيه على قد ما انا نزلت نائبه مجلس النواب على قد وقد. كل ده انا بقول ده من عند ربنا ان هو بيراضيني بيخليني حاجه. انت يعني طفولتك سرقت منكي وشبابك سرق منك. ايوه كل حاجه راحت مني كل حاجه. مش كده برضه؟ يعني ما لحقتيش تعيشي طفله؟ لا على ما شبيتي كده شفت الدنيا. يلا على ما شبيتي كده عيال. انت هتعيطي ليه؟ ما احنا ماشيين كويس. وبعدين بقى معاكي؟ الحمد لله. بقولي الحمد لله.
الحمد لله. بيجيلك مزاجك احيانا تقعدي تشتغلي؟ اه في البيت بقى. في البيت باخد حاجات في البيت اقعد اعمل حتت بعد ما بروح كده اقعد اعملها. وعندك النار ديت والحاجات دي ولا انت بس؟ لا بعمل حاجات اقفلها يدوي كده مثلا. ديت بتتقفل بهنا لازم هنا عشان اللحمات. ايوه بعد ما بس بتبدا الشغل دوت مش لحمات يعني. هاتي دي كده الشغل ده مش لحمات. لحمات بس انا مش مبينه. اه من جوه يعني ده مش دق؟ لا بصي كل اللحمات اهي. اه لا دي ما انا عارف انا بكلمك على ده. لكن ده دق. ما انا بكلمك على ده. ده شغل اليد. اه ده شغل اليد. دي لسه ما عرفتش تتلحم. طب ولادك اخبارهم ايه معاكي في المحل؟ هم ماسكين المصنع. ماسكين المصنع؟ كويس. طب اشتغلوا معاكي؟ اه. وانت ماسكه المعرض؟ هم ولادي. اه. وعندي بنت متجوزه مع 4. ما شاء الله. جوزها توفى في رمضان اللي قبل اللي فات. انت جبتها لي منين دي؟ انا قصه حياه قصه عريقه قوي 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 وقصه لو انا حكيت لك من اولها لاخرها هناخد شهر. جوزها بعد ما خلف 4 عيال توكل على الله. كان في موظف في التربيه والتعليم تاخد معاش 1000 جنيه مدرس. 1000 جنيه كان في الوزاره ذات نفسها. 1000 جنيه 4 كتاكيت واحد فيهم السن. وهي بتشتغل؟ لا هتشتغلي ازاي؟ عندها كتاكيت صغيرة. وجوزها مات عي ولا؟ لا والله كان في رمضان فطر و تمام. مات الموتة الحلوة. فطر وصلى المغرب وتقوم اهو. توكل على الله. توكل على الله. وبنتك عندها كام سنة؟ عندها 32 سنة. دلوقتي عندها 32 سنة؟ دلوقتي؟ وعندها 4 عيال؟ اكبر واحد في الناس. انت الجينات عندكم تمام. يعني الجينات عندهم تمام التمام. فاصبحت المساله تبعك برضه. طب بنتك دي هتنزليها تشتغل هنا بقى؟ لا. ليه؟ عندها بيبيهات وعندها بنوته عندها سكر لازم لما تاكل تاخد. بنتك كمان عندها سكر طفل. سكر سكر اطفال. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بنقول الحمد لله. الله العظيم. ده انت ايه؟ ده افتكار ورحمه. صحيح. ده هو انا عارفه انه بيحبني لكل ما بيبليني انا بعرف مدى حبه ليا. طب ابنك بقى اللي اتجوز مرات اخوه خلف بقى؟ خلف معاه 3 ما شاء الله. بنتين وولد. طب والولد عندك ولد تاني بقى؟ وعندي ولد تاني جوزته وخلف برضه الحمد لله. ماشي. ربنا برضه حاجات بتروح وحاجات بتيجي. الحمد لله كله نعمه من عند ربنا. هتنزلي مجلس الشعب تاني؟ ما زينش. انا كان نفسي انزل عشان المساكين بس. طب اسمعي يا منى بقى دلوقتي انت بقى عندك مسؤوليات ما بتخلصش من وانت عندك 13 سنه. لما بتشتغلي ويجيلك قرشين بتشيلي منهم فلوس؟ مش حاجه فايده. كان زمان اللي جاي يا دوبك الصنايعي واروح بقرشين لمصاريف العيال بس. يعني اصبحتي حامله الهم من اول وجديد. كانك أول. لسه بادئه شغل. يعني مش مثلا بيجيلك 10 بتشيلي 3؟ لا كان زمان. دلوقتي لا مفيش. التحويش كان زمان. يعني الهم زاد. الهم زاد. ربنا يديك الصحة. لما بتبصي لحياتك كده كان في ايه كنت عايزة تعمليه وما عرفتيش تعمليه؟ نفسي كنت ارتاح دلوقتي. يبقى عندي محل من غير ما ادفع ايجار جامد كده. تيجي تقعدي فيه ساعتين كده وتمشي بس. ليه عندي ورايا ناس معايا. بصي الشيخ ده من ضمنهم. ورايا رجالة فاتحة بيوت. رجالة فاتحة بيوت. عايزين اكل يروحين لعيالهم بدل ما يروح ولا واحد يسرق ولا واحد مش عارفه ايه ولا واحد يعمل ايه. طب انا لما كل ده كان نفسي في الانتخابات لو كنت نجحت كنت هعمل مكان كبير نفسي اعمله للاكل للمساكين بس. طول الوقت طول الوقت افطار وغدا وعشاء. دي اول حاجه كان نفسي اعملها فعلا. ونفسي كنت الشباب اللي بيشرب برشام اخده في مستشفى. طب اسمعي بس حكايه الاكل ما تعمليها مع الناس بتوع هنا. فكرت اجيب ثلاجه هنا اللي يفيد عنده اكل يجيبه الصبح للمساكين ياكلوا. قالوا لي انت بتتكلمي في ايه حاجه انت عايشه فين؟ انت مفكره نفسك عايشه في التجمع زي ما انت؟ لا ده هنا ممكن اللي هيجي ياخد الاكل كله. يا جماعه هيبقى حد مثلا ماشي ناكله ونشبعه ويبعت غيره ياخد حاجه لاولاده او يبعت عياله تاكل. ما عجبتهمش الفكره. النهارده اللي نجحوا في الانتخابات من يوم ما نجحوا ما نزلوش الشارع ما شوفوش طلبات اي حد. انا لغايه النهارده والناس سامعاني كلها انا اي حد في المرور بروح في القسم بطلع هنا
مش ساكته. انا مش عايزه سياسه الله. انا كنت عايزه ادخل كنائبه عشان لما اخش على اي مكتب والله انا عايزه كذا كذا يقول لي ماشي ويمشي لي الدنيا اراضي الناس. صحيح. تشرب الاول تشرب حاجه. لا خلاص انت شقتيني بما فيه كفايه. شكريني يا منى ربنا يديك الصحه ويسعدك مع اولادك واحفادك. انت عايز تسالني اوكي اسالك اقول لك ايه تاني ده انت لخبطتيني وانا قاعد. ربنا يديك الصحه ويديك الصحه يا رب ويقويكي. الله ربنا يقويك. صباح الفل. ست منى خدت 900 خبطه. يعني حضرتكوا شفتوا المساله مش محتاجه تعليق. يعني الابن وبعدين الزوج وبعدين جوز بنتها وبعدين طفله من اطفال بنتها عندها سكر اطفال وبعدين قالت لك ربنا بيرضيني. يعني خلي بقى اي عالم من علماء الدين يقعد يتكلم في الحاجات دي ويقعد يقول كلام 3 سنين وتاخد كلمتين من منى خلاصه الحكايه. يعني خلاصه الشخصيه بتحلم بيكون ليها مكان في شارع المعز. وانا لاحظت في شارع المعز في كذا محل من المحلات واخدينها اخواننا البهره وقافلينها. يعني الحكايه دي محتاجه نظره. شارع المعز من الانجازات اللي الواحد عشان نقول اللي لينا واللي علينا من الانجازات اللي حصلت في عهد الرئيس مبارك وعمل فيها السيدة سوزان مبارك مع فاروق حسني. عملوا فيها جهد كبير جدا وعملوا شارع جميل جدا. دايما احنا نبدأ هنعمل حاجات حلوة وبعدين نسيبها كده للزمن يقوم يأكلها. الزمن يعني بيغير حاجات بيبدل مطرح الضحك الأهات. فالحاجات ما تتسابش كده لازم يتبص عليها باستمرار لان في جهد اتبذل كبير في شارع المعز. والشارع بشوف انا فيه شباب راحه وشباب جايه وحاجه جميله جدا. شارع جميل جدا على فكره. هو طبعا سياحي من الطراز الاول لكنه ممكن يكون مكانه هو دلوقتي حاليا مكان للشعب. الناس بتروح تتفسح فيه وبشوف ناس كتير قاعده قدام المسجد بتاع الحاكم بامر الله وفي الشارع نفسه وفي محلات اكل لطيفه وفي محلات حلوه وفي يعني جو في عبق كده الماضي مع العصر مع يعني صفات العصر اللي احنا عايشين فيه. طبعا انا مش هتكلم على اعضاء مجلس الشعب اللي بيروحوا ولا ما بيروحوش. يعني يبدو انه العاده الى احنا يعني الحمد لله ما بنغيرش عاده كويس. لكن الست دي ست جميله وبرضه زي ما قلت لكم تلمس تعيط على طول. كل الناس عندها مشاكل لكن عندها محبه لله وللدنيا. ودي مسألة يعني ازاي هي وصلت لها دي تتعمل عليها برضو الست دي تعمل عليها كده تحليل. في رسائل جات لنا كتير جدا من ما يطلب مستمعون عايزين يشكروا أمهاتهم وأبائهم ودي أنا بشكرهم جدا على الرسائل وإن شاء الله بكرة هنقرأ منها المستطاع. وفي سيدة فاضلة قالت اسمها هالة بعتت رسالة بتقول لي إن هي عايزة يعني تشوفني ونسلم على بعض وهتدعي لي دعوة مستجابة وأنا مجذوب من مجاذيب هذه الأشياء وأنا مؤمن كل الإيمان بأن هناك إنسان ممكن يكون أنت تراه إنسان عادي جدا ويمكن جدا أن يكون هذا الإنسان على اتصال بالله قوي جدا وأن ممكن تكون فعلا دعوته مستجابة فعلا. ده أنا قولوا عليا مكذوب قولوا عليا يعني أي حاجة لكن أنا تربيت على كده ومؤمن بأنه صحيح في دعوات في ناس عندها صفاء أنت مش هتشوفه قوي إنما الله يشوفه. الله بيشوف كل حاجة فالله يشوف هذا الصفاء ويبقى في صلة بينه وبين هذا العبد. فلما يقول له أنا عايز يا رب يديله كل حاجة لأنه أنت ناس كتير تدعي لكن يعني جاي أشعث أخبر وهو لم يرضي ذلك ولم يفعل ذلك ويقول يا الله الله مش هيرد عليه
لأنه عنده مشاكل كتير، الدعوة مش صافية، قلبه مش حنين. على كل حال فأنا بشكر اللي بيحيوا أماتهم وأبائهم، وحنقول بكرة إن شاء الله. وعندنا ضيفة بقى عزيزة، الدكتورة فينوس بولس. لو تذكروا كنا عملنا حوار جميل جدا مع عمنا وسيم السيسي، دكتور وسيم السيسي، وتكلم كلام كتير، والدكتورة فينوس سمعت الكلام وكانت عايزة تعلق على هذا الكلام. فأنا يسعدني جدا أن الدكتورة فينوس بولس متخصصة وعاملة دكتوراه في اللاهوت، اللاهوت اللي الأشياء يعني المتعلقة بالذات الإلهية وبتاع، حاجة يعني جميلة جدا، دراسات مهمة جدا. فيسعدني أن الدكتورة فينوس تكون موجودة معنا وترد. هي بعتت لنا وأنا يعني طلبت منها أنها تشرفنا، ومشكورة شرفتنا. هتكلمنا على تعليقاتها على ما قال الدكتور وسيم السيسي، ونسمع منها أشياء كثيرة مفيدة إن شاء الله. وده كويس كمان، وإحنا بنعيد على مسيحيين عشان بكرة عيد الغطاس، كل سنة وهم طيبين وكلنا بخير وسعادة. دكتورة فينوس بولس بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بحضراتكم، معنا الدكتوره فينوس بولس، دكتوراه في اللاهوت. اهلا بيك يا دكتوره. أهلاً. شرفتينا ونورتينا. شكرا. مرسي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا وسهلا. الدكتوره فينوس كانت ليها تعليقات على اللي بنقوله احيانا، فاحب اسمع راي حضرتك فيما يتعلق بالاشياء اللي كان ليك عليها ملاحظات فيما قيل، بلاش نحدد اسماء يعني. هو الحقيقه انا مش حابه ان انا يعني افند اراء قد ما عايزة أقول لك إيه، إن إحنا عايزين نتكلم إزاي نقرأ، إزاي نتوصل للمعلومة بشكل متكامل. ده مش سهل وعايز مجهود وعايز تاخد الموضوعات من جوانب كتيرة. بحس إن إحنا ساعات نقرأ باستعجال، ممكن نقرأ بتجزيء الحقيقة، ممكن نقرأ، لا لازم نكون أكثر عمقا في ودقة في نفس الوقت. تمام زي ما حضرتك بتقول. لكن أنا مش عايزة أفند أرى أحد. القراءة السريعة، فتحت الإنترنت علشان أقرأ مثلا عن المسيحية اللي بيسموها المسيحية الصهيونية. المسيحية الصهيونية اتجاه سياسي طبعا، مش اتجاه ديني. فكون ان انا اقول مارتن لوثر هو وراء الدولة الصهيونية، ده فيه خلط كبير. هو مارتن لوثر ما كانش بيحب اليهود، وكتب ضدهم كتير. صحيح. ويعني شيء غريب ان انا اقول مارتن لوثر وراء الدولة الصهيونية. هو ايه التسلسل اللي وصل، اللي خلى نربط مارتن لوثر بالصهيونية المسيحية؟ ده زمن أساسا وده زمن. صحيح. مارتن لوثر هو اللي اتكلم على الإصلاح. والإصلاح ده شيء مهم جدا. مارتن لوثر اللي مش سمعنا، ده معتبر، أنا بخاف أتكلم عنه، هي تتكلم عنه دكتورة لأنه أنا ما أقدرش أتدخل في مسائل إصلاحية دينية في ديانة أنا مش متبحر فيها. يعني أنا أحب، لكن أقول، بس أحب أدي فكرة للناس. مارتن لوثر ده مفكر كبير ومهم جدا، وعمل يعني فرع كده لوحده، ومرفوض من ناس كتير ومقبول من بعض الناس. صحيح. عشان نبقى فاهمين بس، انما الدكتوره بقى تتكلم عنه زي ما عايز. فكره مارتن لوثر، ادي بقى فكره للمشاهدين اخواننا المشاهدين على من هو مارتن لوثر. مارتن لوثر هو راهب كاثوليكي، كان فكره في الدين انه عايز يتفادى المصير المظلم والأبدية التعيسة وكل ده، كان ده شغله كتير قوي. وخصوصا انه في وقت مرض شديد يكاد يصل للموت، فارتعب اكتر.
من فكرة أنه الجهنم، وخصوصا أن التفكير الديني السائد في الوقت ده، العذاب ومش عارف وشراء الغفرانات والكلام الكتير كان فكر فيه هو وحاول يصلح كل ده. الكنيسة كانت وقتها وما زالت بعض الكنائس بتعمل ده، أنك أنت تروح تستغفر وتقبل هي كانت حكايه اكبر من كده بكتير. الايام لوثر كانت بتباع بفلوس. ما ده اللي كنت هكمله. ايام مارتن لوثر كان ان عشان تروح تاخد سك الغفران انك انت تمام، كانوا بيدفعوا فلوس للكهنه والقساوسه وحاجات زي كده، وكانت المساله فيها مشاكل كتيره. عشان كده ولما طلع بهذا الفكر رفض من ال مظبوط. انا قلت مظبوط مظبوط. طيب. هو كانت القصه يعني يمكن اصعب من كده شويه. طبعا يشتري الغفرانات وبغض النظر عن هو ايمانه هيتوب مش هيتوب، هو باع الغفران خلاص. طبعا خلاص. هو كان منزعج من الفكر دون. وعايز اقول حاجه مهمه. اتفضلي. انه فكره الانقسام ما كانتش ورد على باله خالص. فكرة ان هو يبدأ طائفة جديدة ما كانتش ورد على باله خالص. وكان كاثوليكي صرف. هو لم يرفض حتى البابا والأفكار. هو رفض السلوك. هو رفض السلوك الحاجات اللي كانت داخلة على الإنجيل وعلى تعليم الإنجيل. وعلشان كده لما هو وضع 95 بند. أيوة. بتوعه على الكاتدرائية في ألمانيا، احنا بالعربي بنترجمه احتجاج. هو ما كانش احتجاج. هو كان بالانجليزي بنقول ثيسز، يعني بنود اطروحات. كتب في اولها انا بدعو المهتمين ان احنا نتفحص العقائد وندرسها، وهو كتبها باللغه اللاتينية. ليه بقى تحاشى ان هو يكتبها باللغة الألمانية اللي هي اللغة الشعبية؟ لأنه كان بيدعو الناس المثقفين المفكرين، يا جماعة تعالوا أنا شايف ان احنا ممكن في موضوعات تحتاج إصلاح وحاجات زي كده. ففكرة الانقسام، حتى تعبير البروتستانتية مش ما لا يخص لوثر ولا معتقدات لوثر. الفكر السائد طبعا. البروتستانتية جت التسمية منين؟ الأمراء اللي كانوا بينصروا أو اللي كانوا مقتنعين بأفكاره مارتن لوثر، بأفكار مارتن لوثر، احتجوا على أن البابا بيقيد حركة الكنائس الإنجيلية أو كده. ولما وصل لهم القرار قالوا إحنا نحتج وبروتست. فاللي احتجوا الأمراء جاي يعني من هنا بروتستانت يعني. شوف يا أستاذ محمود، أنا عايزة إيه، نلعب لعبة بازل كده يعني. نلعب. يلا نلعب معاك يلا. ببساطة شديدة كده، إن إحنا لما بيبقى معنا صورة بازل، البازل بيتكون من قطع. ما بتتكونش الصورة كاملة غير لما أكمل الحاجات كلها، القطع كلها تتعشى في بعضها. أنا لو عندي جزء من الصورة أنا عندي معلومة. أنا مش بقول غلط، لكن مش كاملة. فإذا مارتن لوثر لم يكن وراء الدولة اليهودية بالتأكيد وبالقطع يعني. اللي حصل بعد كده في عصرنا إحنا الحالي هي حركة صهيونية سياسية. تقرأ الكتاب المقدس قراءة حرفية لتقول إنه لابد من رجوع الشعب الإسرائيلي لفلسطين. ثم طبعا في تمويل وسلاح وكل القصص. هذا مختلف تماما عن ان احنا نقول انه فكر هذا الرجل وراء دوله. دي نقطه. نقطه ثانيه كمان، نقرا الكتاب المقدس او الانجيل باستعجال شديد فنقول ان السيد المسيح الغى العهد القديم. العهد القديم فيه تعليم. هو ايه فكرة الكتب المقدسة؟ مش فكرة تعامل الله مع البشر؟ ايوه. مع الانسان؟ تمام. في العهد القديم ده فيه تعاليم طبعا، وفيه نصوص في منتهى الرقي. العهد القديم احنا بنسميه التوراة. التوراة. والعهد الجديد والانجيل. الاسم صح. اسمهم الكتاب المقدس مطبوعين مع بعض في بعض الكتب في بعض الاحيان. الإنجيل لوحده والتوراة لوحده، لكن في كتاب اسمه الكتاب المقدس في التوراة ثم الإنجيل.
الاسم الصحيح على فكره هو التوراه، لانه لما نقول عهد قديم وعهد جديد كانه اشياء الله بس عنده. بس دي كتب انا بقول انها موجوده كده، موجود يعني موجود. انا بتكلم على كتب موجوده وانا قريتها، يعني في كتاب اسمه الكتاب المقدس فيه الاثنين، وفي الانجيل لوحده وفي التوراه لوحده، ده كلام مظبوط، ده مظبوط 100%. والفكره انه الله ما كانش عنده خطه الف فراح غيرها وعمل خطه ب، عشان اقول انه المسيح الغى العهد، هو المسيح الغى ايه؟ الغى اللي ما اضيف على التوراه من كتابات زي ما اللي احنا بنقول بالتعبيرات المعاصر اللاهوت او الفقه اللي فيه تزيد وفيه نوع من تحويل النص الى حرف يقتل. تمام، زي ما حضرتك بتقول اكتر من مره ان الخبره الانسانيه واحده ومتشابهه في اديان كتير وفي خبرات انسانيه كتير، وده هو اللي حاصل. يعني انا عندي العدل او التوراه زي ما حضرتك بتقول. تمام. يتكلم عن الظلم ويتكلم عن ارساء العدل ويتكلم عن موضوعات كتيره. بس هو في دكتوره راي بيقول، ده مش رأي بقى الدكتور وسيم، ده رأي من قراءتي يعني، انه التوراة جاء بتشريعات، ثم جاء سيدنا عيسى عليه السلام وعدل في هذه التشريعات تشريعات، ثم جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأضاف تعديل آخر في التشريعات، تسلسل كده يتناسب مع تسلسل الحياة. فإحنا هنتكلم على بالظبط، يعني سيدنا عيسى عليه السلام جاء بالتوراة بالإنجيل فعدل في تشريعات سيدنا موسى، كانت اكثر رحمه وانسانيه. بالظبط كده. مش حضرتك عايز تقول كده برضه؟ منين جت القسوه وعدم الرحمه؟ من الاضافات اللي حطها الناس اليهود اللي حولوا. يعني انا هقول لك على حاجه، في واحد اسمه فان اسمن، ده راجل ايجيبتولوجيست متخصص مصريات، واتكلم ليه كتاب هو موجود من كتب القراءة للجميع. عن اسمه ايه حضرتك؟ بان أسمن. عن الحضارات والحضارات قامت كيف قامت والكلام ده كله، وليه أفكار جميلة جدا. هو يعني الراجل ما بيتكلمش في الدين، هو بيتكلم على انه العهد القديم او التوراة في جزء، مثلا خلينا نتكلم على مثل عملي عشان توضح للناس اكتر. لما الله بيقول للناس اللي بيعبدوه، انا عايز استعمل تعبيرات بسيطة، الناس اللي بيعبدوه اللي عايزين يكونوا قريبين من اللي هو اساسا عايز يقرب لهم قبل ما هم يقربوا له. صحيح. الكلام بتاعي اكتبه وحطه على معصمك وعلى جبهتك وكلام كده. هل الله يقصد اني اكتب الكلام واروح؟ طبعا. هو هذا اللي حصل في الممارسه اليهوديه، انه ولغايه دلوقتي لو شفت صور او افلام جنب حائط المبكى وكده هتلاقيهم. في ناس خدوا النص بظاهره واتعاملوا معاه على فكره احنا عندنا كمان في المسلمين في ناس كده صحيح في كل الاديان، وزي ما انت بتقول الخبره البشريه، يعني عندنا في المسلمين في ناس خدوا الحاجات بالظاهر، يعني الله له يد يبقى ليه يد، لا قلنا ما ينفعش الكلام ده، بس في ناس للاسف القراءه الحرفيه للنصوص، واللي انا عايزه فعلا ناخد منه كده خبره لينا في حياتنا المعاصره، انه لا، القراءه الحرفيه معناها قتل النص الديني، وده اللي كان برضو من دور الإصلاح، أنه لا نقرأ حرفيا. طبعا دكتورة بتقول قتل النص يعني تجميد النص في المعنى الظاهر، في المعنى خلاص الظاهر. يبقى خلصت الحكاية، لكن الكتب المقدسة جمالها وروعتها في النص يتجدد في معانيه. النص يتجدد في معانيه، النص لما أقرأ قراءة صحيحة يديني رؤية جديدة لله والإنسان والمجتمع. تمام يا دكتورة. لأن مش الله المتغير. لا طبعا. مين المتغير؟ لا. إحنا البشر. طبعا الحياة تتحرك الحياة تتحرك. صحيح. أخد رؤية أعمق، أرجع للنص بشكل مختلف، أنا ما كنتش فاهم ده بقيت فاهم ده، وهكذا. لازم من التجديد في القراءة. ده شيء لا يخيف إطلاقا، بالعكس، وإما هجمده.
طيب. فإحنا كنا بنقول على إنه القراءة بالشكل ده هي اللي مطلوبة دلوقتي، هو اللي كان بيحكي عنها الإصلاح، إن إحنا نقرأ النص ليكون للحياة، ليتفاعل مع البشر، ليتفاعل مع الإنسان. مزبوط. ليكون يعني مثلا هو لوسر لما حط 95 بند كلها بتتكلم على إنه المحبة هي اللي تخلي الإنسان يحب أكثر ويقترب لله أكثر. صحيح صحيح. الغفرانات والأشياء اللي احنا مركزين عليها، وتبقى المواعظ في الغفرانات وفي السكوك أكثر من الكلام على الله. هو حتى مارتن لوثر قال أنت عايز الغفران كلمه، هو يديلك الغفران على طول، وهكذا. دي مفيش حاجة اسمها واسطة بينك وبين ربنا، مش ده قال كده بالظبط؟ ده صحيح. هو قال أنك أنت عايز الغفران اطلبه من الله هو يديهولك. وال 95 بند بتوعته نقدر نلخصهم، هو لخصهم في 5 نقاط أساسية. تقولهم لي من فضلك؟ أقول لهم. طيب. لك هي الكتاب المقدس وحده. يعني أنا ألتزم بما يقوله الله لي في الكتاب المقدس. دلوقتي حضرتك بقى بتقولي الكتاب المقدس، يعني احنا بنتكلم على التوراة والإنجيل. بالظبط. يعني مارتن لوثر كان رأيه أن الالتزام بالكتاب كله، بالكتاب كتابين كله مع بعض. شوف هقول لك على حاجة، الحكاية دي راحت وجت مع المصلحين بشكل مختلف. وده شيء طبيعي، ده طبيعة طبعاً. الإيمان وحده. نمرة 2، الإيمان وحده، لأن هو لما تصارع الواحد الكتاب المقدس، الكتاب المقدس 2 واحد. الإيمان، الإيمان واحد، لما تصارع مع نفسه هو شخصيا ولقى أنه ما فيش فايدة، طب مهما عملت ما فيش فايدة، ما هو زي ما هو بيقول النادم ندم مطلق غير موجود. أنا في وقت أنا فحس أنه هو محتاج لرحمة الله. صحيح. الإيمان هو اللي، الإيمان هو الأساس، الإيمان بالله هو اللي يعمل في قلب الإنسان ويخليه يلتفت لله أكتر من الالتفات لأي شيء تاني. مزبوط. النعمة وحدها الرقم 3، النعمة اللي الله بينعم عليها علينا كبشر. الله يعني أقول إيه؟ الله يحب البشر، الله يريد خلاص طبعاً. البشر، الله يتقرب للبشر. مش الله بيصعب المشوار على الإنسان ويدخله ويقعد يراقبه في متاهات ويتوهه زيادة، هو ده اللي توصل له، لأنه هو في الوقت ده ما كانش فيه. على فكرة في برضو من المفاهيم السائدة أن الكنيسة كانت بتحرم قراءة الكتاب المقدس، هي ما كانتش بتحرم قراءة الكتاب المقدس، لكن هي ما كانتش تحب ما يسمى بالعلمانيين إن هم يقرأوا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس للمتخصصين. شايف إزاي الديلمة ماشية؟ يعني دي حاجة صعبة، يعني اللي احنا عايشينه في أيامنا دي. من الذي يفتي في الدين؟ من الذي يقول في الدين؟ هل المتخصص أم الباحث المتعمق؟ وعشان كده الخبرة الإنسانية زي ما حضرتك بتقول هي خبرة واحدة قريبة من بعض، وكمان عايز أقول إنها واحدة وقريبة من بعض، وفي نفس الوقت بعيدة تماما عن بعض، الاثنين موجودين. إزاي؟ طب طب اتفضل. أنا لما أتكلم في العقائد، وده اللي مش هدفنا النهاردة في الكلام عنه، دي حاجة تخص كل ديانة، كل ديانة وكل ديانة تحترم عقائدها وليست مجال نقاش. لكن في المشترك أكبر بكتير من المختلف عليه. صحيح. الخبرة البشرية. صحيح. في الأديان قريبة من بعض. فعشان كده لما اتكلمت مثلا عن مزمور داود وكلام أخناتون عن الله، مش القصة من الذي أخذ من من؟ هي أصل دي كلها محاولات يعني تظبيط الأشياء، يعني ده مش أكيد علميا خالص، ولا يعني ده كله كلام يعني أفكار. يعني أخناتون بيتكلم عن الله، عشان أخناتون يتكلم عن من أوائل الناس اللي قالوا وصاحب بالتوحيد. المزمور يتكلم عن الله. فالشيء الطبيعي أن يكون فيه تشابه طبيعي، لأن الخبرة واحدة. خبرة الإنسان مع الله فيها تشابه، فيها فكرة واحدة، وبعدين فيها تفريعات، ما هياش أشياء تفزعنا. ويمكن عشان كده أرجع لحكاية بان أسمن اللي ما كملتهاش. فبان أسمن بيقول إنه
فكرة ربط كلام الله على اليد وعلى الجباه، علشان في فارق بين الذكرى والتذكر. الذكرى حاجة بنكررها بلا تأثير على دواخلنا، لكن التذكر بيأثر على داخل الإنسان. الله كان يقصد بربط الكلام إنك تعيش فيه، يأثر على أخلاقياتك، يأثر على علاقتك به، يأثر على علاقة الناس صلة ببعض. صلة متصلة ما تنقطعش، ببساطة جديدة علاقة الله عايز يوصلها بالإنسان ليه هو. وعشان كده الإصلاح في بساطته الشديدة رجوع لبساطة المفهوم الأصلي. وعلى فكرة مارتن لوثر يقترب كتير جدا من الآباء الشرقيين، وقرأ كتير ليهم، وكان من آرائه أن الكنيسة الشرقية يجب أن تحترم. دي وقفت ضد اضطهادات كتير وحاجات زي كده. طبعا في البداية الكنيسة عملت شغل وعملوا يعني أنا كان رأيه في الأديان أنه دع كل دين يعبد كما يريد. الشيء الجميل في الإصلاح فكرة إعلاء العقل، وأنا بتمنى أنه كتاب الدكتورة فريال حسن خليفة يعاد طبعه. الكتاب ده الست دي شرحت فيه حكاية أنه الدين مكون أساسي من ثقافة الشعوب، مكون من الوعي الاجتماعي. ما أقدرش يعني إحنا ما نقدرش نعزل الدين هنا، السياسة هنا، الاقتصاد هنا، لا خلص. فدي كلها الست بتشرحها إزاي إن الإصلاح أساساً جاي في وقت كان كل ده بيتفاعل مع بعضه وأدى إلى هذا الإصلاح اللي وصل لإعمال العقل، اللي وصل للتنوير. شوف إزاي إن إحنا كل ده مع بعضين ما نقدرش نعزل. طيب حاجة تاني مثلا نتكلم عليها، انه لما نتكلم عن المسيحية في مصر نختصرها في ايه؟ ان المسيحية في مصر لما دخلت مصر كانت مقبولة، لانه الديانة المصرية القديمة فيها ما يشبه المسيحية، طبعا فيها نفس القصة القديمة. ما اقدرش اقول ان ده مش صحيح، ولكن ليس ده اجتزاء للموضوع ان بس عشان كده المسيحية قبلت في مصر. لا طبعا يعني، لا بس كأنهم عندهم فكرة، عندهم حاجة كده. يعني أنا مش عارفة قد كده الحكاية دي، ممكن تكون ممكن تكون، بس كل دي أبحاث. ولكن الفكرة أنه ودراسات كبيرة، يعني دراسات مهمة، أنه في الموضوع ليه كذا جانب. دي فكرة لعبة البازل اللي أنا بقول لك عليه، لازم أكون الفكرة بشكل متكامل. أنا مش هقدر أقول أني أجيب القصة بيرفكت 100% أو أنه أنا صح وهطلع الغلط. لا، المحاولة يجب أن تكون جادة. اللي أنا أقصده أن المحاولة يجب أن تكون جادة. يعني هقول لك على حاجة، ما قيل مثلا أن الغنوصية في مصر حاولت تقنع المسيحيين أنه الديانة المصرية القديمة وثنية، الموضوع مش بهذه البساطة، لا خالص. لا طبعا، ده في تفاصيل كتير وقصص كتير، والغنوصية دي عالم كبير. أولا الغنوصية عالم كبير صحيح، وعلى فكرة الغنوصية فكر يحترم، ما هوش فكر يعني لا مرفوض أو كده. ولكن اللي حصل بالذات في يعني أنت قد لا تقبل الفكر، ولكن يعني تقدره وتسمعه. مصر اللي فيها المدرسة الإسكندرية، صانع اللي بيقولوا عليها صناعة الحضارة والدين والفلسفة، في الوقت ده، في وقت دخول المسيحية، لأن مدرسة الإسكندرية تكلم عن مكتبة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية هم حاجتين. مظبوط بدأت قبل دخول المسيحية. مظبوط. وبعدين اصطدمت المسيحية بالفلسفات، ومنها الفلسفة الغنوصية. مش الغنوصية هي اللي قالت للمسيحيين المصرية المشكلة بين المسيحية، ما كانتش مع الوثنية على فكرة والأديان القديم. طيب، مع الفلسفات. طب خلينا نتكلم على الفكرة الأصلية، وهي أن الديانة للجميع، يعني الله للجميع. صحيح. أنا بتكلم عن الإصلاح اللي حصل في الغرب وتأثير هذا الإصلاح هنا، لكن إزاي دكتورة متصورة
انه ده يصل الى عقول الناس بالظبط، لانه كده. في السنوات الاخيره الخمسين سنه الاخيره او قولي اكثر من كده او نقول الاربعين سنه الاخيره حصل دخول اصوات مش بتاعه المصريين واشتبكت مع الناس وتركت اثر عند بعض الناس، فحصل نوع من الخلط كده وعدم الفهم الحقيقي. صحيح. ازاي نقدر صحيح. نوصل للناس اللي هو دلوقتي احنا بنسميه تجديد الخطاب الديني، تجديد سواء كان مسيحيين او مسلمين، احنا الاثنين واحد. انما ازاي الحكايه دي، ازاي نقدر ده صحيح. ده شيء مهم نفك جدا هذا الاشتباك. ويمكن كل اللي احنا بنتكلم فيه عايزين نصل لده على اساس انه احنا نستفيد دي. تمام. يعني تجديد الخطاب الديني او التجديد الفكري الديني والديلمة اللي ماشي يا ترى ينفع يا ترى ما ينفعش يا ترى، عشان كده بنقول في خبرات سبقتنا قبل كده في الكلام ده. عارف حتى لو ما تكلمتش على الإصلاح في الغرب هتكلم على الإصلاح في اليابان. وعلى فكرة دي خبرة مهمة لازم نرجع لها. إصلاح في اليابان؟ في اليابان. اليابان؟ يعني نعم. في كتاب لا صدق. استنى، حكاية اليابان دي عايزة لها فاصل. اليابان داخلة في الإصلاح ده؟ طبيعي طبيعي، الخبرة البشرية اللي حضرتك بتقول عليها المتشابهة موجودة، بس احنا للأسف دايما متجهين للغرب. مش فكرة عنها خالص، أحب نعرف بقى المعلومات بعد الفصل من الدكتور. طيب بعد الفصل يا دكتور. عودة مع دكتورة فينوس بولس، دكتورة في اللاهوت، وكانت بتدينا فكرة عن ازاي نعمل عملية الإصلاح، ازاي نقرب المسافات، ازاي نلم الدنيا على بعضنا. فقالت في تجربة في اليابان. الكتاب اسمه الثورة والإصلاح في اليابان. يعني العنوان فعلا ظريف، بين الثورة والإصلاح. مش ثورة وخلاص ونطلع. والكتاب الثورة لازم تعمل إصلاح، ثورة وإصلاح. العنوان ثورة المفروض ثورة يعني. والإصلاح في اليابان، وكاتبينه ناس يابانيين ومترجم للعربي. فاليابان دي اللي هي تكاد تكون نادرة الموارد، مفيش عندها موارد على فكرة، وبعدين خلصت في سنة 44 خلصت مثلا. ازاي خلصت يعني، كانت انتهت. ازاي تنهض تاني؟ كان عندها المشاكل الدينية، وكان عندها مشاكل الإقطاع، وكان عندها مشاكل ناس عايزة تسيطر على البلد. ازاي حلت كل ده؟ يعني دي تجربة خبرة يجب أن نستفيد بها. نشوف ازاي احنا يعني كمان قفزت في كل هذه الأشياء وأصبحت دولة من الدول الكبيرة. والكتاب بيحكي عن الخطوات اللي صارت فيها، كيف تعاملت مع من يريد للبلاد التخلف، كيف تعاملت مع الفكر الديني اللي رغم هو مش سماوي ولكن نفس القصة، فكرهم الديني يعني اللي بيحاول يثبت أصوليته ووجوده ضد أي إصلاح وهكذا. هذه يعني تجربة. احنا يعني مسلمين ومسيحيين موافقين جدا على الفكر الديني، يحاول دايما يستقر ويحاول دايما يدافع عن نفسه، لكن في حاجة اسمها تطور. هو يدافع عن نفسه ليه؟ ما في تصادم بينهم. هو ما يدافعش عن نفسه ولا يدافع عن الله يعني. لا ربنا مش الفكرة فكرة بسيطة أبسط من كده بكتير. لا يعني والله عايز حد يدافع عنه كان لا ما يعني الله لا يكلم نفسه على فكرة. الله يكلم البشر في الكتب السماوية. صحيح. إزاي نعمل علاقة يا جماعة، تعالوا نعمل علاقة. الحتة دي اللي قلت لها الدكتورة دي أنا كنت قلت حضرتكم عليها كتير. هل فكرت وأنت بتقرأ سواء الإنجيل أو القرآن الكريم إن ربنا بيخاطبك أنت، بيكلمك أنت، لأن ربنا بيخاطبك مباشرة يعني بيكلمنا وبيعلمنا. فأنت لو انتبهت لأنه الله يقول لك لكل واحد الكلام ده. كتبت حاجات عن أسفار في التوراة، عن ملاخي، وعن سفر اسمه ملاخي وسفر اسمه حبقوق. تتصور حضرتك أن سفر ملاخي يتكلم عن إيه؟ هذا النبي يتكلم عن وقت السبي المعروف، واليهود أخذوا وأخذهم الأشوريين والبابليين، بعض منهم استقر في أورشليم ولم يخرج من أورشليم، البعض الآخر سبي يعني أخذ كأسرة وبعد كده رجع تاني لأورشليم. القدس. القدس. اللي حصل
شوف بقى اللي احنا بنقول عليه التعدديه دلوقتي ونقول عليها صدام الثقافات وكده، والسفر يتكلم يا جماعه يا اللي انتوا في اورشليم ازاي تقبلوا الناس اللي جم بخبره جديده وحتى خبره دينيه جديده لان عاشوا في جو مختلف. دولت مصرين على رايهم ودول مصرين على رايهم يا جماعه، لا ده في حاجه الصدام المعتاد، الصدام عهد الله، هم اللي هو اللي يربطكم مع بعض وتستفيدوا من خبرات بعض. هو مش بيقول ده حرام وده حلال، الصوره دي لازم نطلعها من دماغنا. الله بيعلم البشر كيف يعيشون. حبقوق يتكلم عن حاكم ظالم وعن هجوم جاي من شعب ظالم واقف يقول لربنا الى متى، هو ايه اللي فيه، هو ايه اللي بيحصل، طب نعمل ايه، عارف ازاي اهو بيكلمه كده. والله بيقول له اعرف ان الظالم سيقهر، اعرف ان الاغنياء اللي في البلد اللي بيفكروا على مخادعهم بالظلم ظلمهم هيحيق بيهم، اعرف انه كل المظالم دي ليها يدي فيها زي ما بيقولوا كده في اللغة، يد الله في التاريخ. الله مش بره التاريخ، ما تخافش. لا طبعا. فاذا بيفكر هو نفسه ايه ده انت عملت كذا وسويت كذا وبتاع، ايه ده انت حتى لو يحصل ايه انا عارف انك انت. طب ده كلام جميل قوي، احنا قربنا نخلص الوقت، بس عايز اوصل لحضرتك بقى نرجع للسؤال الاصلي، ازاي نقرب المسافات نتيجه الوساوس اللي دخلت بعض الوساوس اللي دخلت فينا. على فكره انا مش بتكلم على مسلمين بس او لا لا لا، وعشان كده عايز اقول لك ان الاصلاح اذا كان حتى احنا عندنا انجليز في مصر ما زلنا نعاني من استيراد فكره ليست نابعه من داخلنا. احنا يعني لا نستطيع ان نقول ان احنا اخذنا الاصلاح الغربي بشكل ما، عندنا ما زلنا زي ما انت حضرتك بتقول كلنا كمسيحيين ومسلمين محتاجين للاصلاح. صحيح. محتاجين للتقريب اللي انت بتقول عليه ده، لان هو الوسط لما جاي يصلح كان المجتمع كله في حركه اصلاح. يعني ما نصر ما وقفش كده وقال ايه في فساد وانا ههاجمه وبعدين، لا قبله كان في مصلحين مش كده؟ طبعا. لكن ما قدروش يعملوا حاجه لان المجتمع كانش جاهز للاصلاح. اللي بتقول الدكتوره فريال بقى ازاي انه كل السياسة والاقتصاد والدين وكل ده تفاعل مع بعضه وأدى إلى الإصلاح. جه المجتمع في وقت قال مش يا ريت نصلح، لا ده احنا لا مفر من الإصلاح. لأن الاقتصاد بدأ ينهض ويتقدم، الأمراء اللي هم في البلاد دي بدأوا هم كمان يفكروا زهقنا من السلطان، اللي الفلاح نفسه بدأ يزهق من استغلال الإقطاع وكل ده. كانت حركة مجتمعية كلها على بعضها زي اللي حصل عندنا دلوقتي. وهي بتقول بما أن الدين مفرد من مفردات الثقافة الاجتماعية والوعي الاجتماعي فهو بيتحرك مع نفس الحركة المجتمعية. النهاردة عندنا نفس الحركة المجتمعية يا جماعة، إحنا نقدر كلنا مع بعض نفكر في إصلاح يناسب. على فكرة أنا مش بقول خصوصية، ما فيش حاجة اسمها خصوصية خالصة. في خصوصية لكن ما فيش خصوصية خالصة. الثقافات والخصوصيات تتفاعل مع بعضها. في إطار ما يخص المجتمع، المجتمع كله مع بعضه ليه خصوصية. عشان كده أنا هرجع للي كنت بقوله من الأول، إنه لازم نكون لعبة البازل نكملها الفكرة. وعشان كده أنا هختصر بشكل كيف نصنع الإصلاح. من فضلك. بالظبط. احنا دلوقتي لازم نشوف الافكار جات لنا منين، ايه الدخيل علينا، ايه اللي يتماشى ويناسب ما قاله الله لينا. لان في فكر دخيل في كل الاديان وفي كل الازمان طبعاً. وكل وقت في فكر وفي دخيل كل وقت. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه اللي يتصدى للاصلاح هنا، اللي يتصدى للتصفية وتنقية لازم يكون شجاع، عنده جرأة، عنده قدرة على الدراسة
والنقطة الأساسية إنه هذا الإصلاح اللي بدأ من تصفية والتنقية وتناولوه ناس أكفياء، مش هقول متخصصين على فكرة، هقول دارسين متعمقين عندهم قلب على البلد دي، شو يصل بقى للقاعدة الشعبية. هي دي بقى، هي دي المشكلة. إن لم يصل للقاعدة الشعبية مفيش، وهذا هو ما حصل في الإصلاح الغربي. إنه هو الراجل قال يا جماعة في أخطاء معينة لازم نصلحها، ولم يصطدم بالكنيسة زي ما هو متوارد، ما تردد، ولم يرفض بالعكس خالص، هو ده ظل كاثوليك لغاية صحيح ما توفى الراجل. يعني ما كانش صدام، ما كانش زي ما حضرتك بتقول أنت صح وأنا غلط. لا، إحنا وعشان كده جاء الإصلاح المضاد، بمعنى أن نفس الكاثوليكية بعد كده فكرت في الإصلاح. كمان الإصلاح يا أستاذ محمود مش بين يوم وليلة. لا طبعا، أنت بس تحطي خطوة ويكمل. قبلي بخمسين سنة كان في إرهاصات إصلاح، لما المجتمع زي وضعنا دلوقتي بدأ يشعر بأن الإصلاح حتمي، تفاعلت الظروف مع بعضها ولم يتم كل شيء بين يوم وليلة. طيب في تصورك بقى باختصار في جملة كده، إيه اللي ممكن يأثر في الناس نقوله عشان يفهموا أن الأديان دي كلها ليها روح واحدة، يعني ليها كلمة واحدة، يعني الله كلمة، فكلمة الله في كل الديانات دي، إزاي نوصل لهم الرسالة دي؟ أولاً يعني إحنا عايزين إيه المطلوب مننا كلنا؟ طبعاً وقت ما فيش كلام، بس لازم يتحط برنامج. يعني جاليليو اللي جه بعد لوثر بعشرين سنة ما زالت كانت الكنيسة بتصطدم بيه. طبعاً شوف بعد لوثر وبرضو كفروه كل ده، بهدلوه. فإحنا عايزين وقت، عايزين علشان هقول لك على حاجة تلخص كل ده، عايزين إصلاح الإصلاح باستمرار. الإصلاح ليس حدث ولكنه حالة، بمعنى إيه؟ ومتجددة. دكتور تقصد أنها طول الوقت على طول، طول الوقت. أولا إصلاح طول وبتنقي وبتصفي الحاجات اللي جاية من هنا واللي جاية من هنا واللي جاية من هنا. عايز ناس بقى تكون تحمل هذه الرسالة، تديها كل أهميتها. أنا رأيي دكتور أنا عايز الناس مصدقة اللي بتعمله، بس عشان أنت لما تكون مصدق اللي بتعمله الناس هتصدقه على طول، وتوصلوا للقاعدة الشعبية. وبعدين احنا عشنا فيه دلوقتي، احنا سنة 1440 هجري، عشنا فيه 1420 سنة في هذا الوئام. يعني 1420 سنة عايشين في هذا الوئام. لازم نرجع لخبرات إيجابية كمان، صحيح، مش لازم بس نقعد نفند آراء بعضنا، وانا في خبرات زي ما حضرتك بتقول في خبرات إيجابية كتير. طبعا هو نزع الخوف من الناس كمان، انت يا اما تتبعني كده يا اما هتكون. وعشان كده لما فريال بتقول اعمال العقل، سلطة العقل في فحص النص الديني، صحيح، يؤدي الى الانفتاح ويؤدي الى عدم الخوف ويؤدي الى وجود رؤية جديدة. كل ده عايز ناس تقوم به. يعني باختصار عايز اقول لحضرتك انه اذا كنت فاهم قول رأيك، إذا كنت مش فاهم ما تهاجمش حد. شوف يعني هقول لك على يعني ما فيش داعي ان احنا يعني هي زي ما بتقول الدكتورة البازلز، مادام مش عندك كل القطع يبقى استنى بقى مش هنقدر نقول الرأي، انما لو عندك ركبها زي ما انت عايز. وما فيش حاجة صح وحاجة غلط، ما فيش حاجة اسمها ده صح كده ده غلط كده، في مناقشة الآراء، في إذا 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 شايف إن أنا قادر أمشي معاك للآخر وأقتنع بالكلام ده وهبحث معاك ماشي، مش شايفة ان ده مقتنع بيه، مش معناها انك انت هتبقى انا الكافر وانت كل حاجة خضع في لا طبعا كل واحد بما يعني كل واحد. هل هنا تقول بقى نظام التعليم ونظام مش عارف الاعلام يا جماعة، عدي ولا حدث ولا حرج، الاعلام هنا دوره اساسي برضو، الاعلام دوره اساسي في كل حاجة، لان دلوقتي ثقافة الناس وكل لا ده في العالم كله مش بس طبعا الاعلام، الاعلام اذاعة وتلفزيون وسينما وكل حاجة ده اعلام، اي حد بيقول لك حاجة هو المؤثر النهاردة، وده دور مهم صحيح. يعني اللي حضرتك بتعمله ودايما انا معجبة بيه، ده من حسن حظ يا فندم، انك انت خلاص تخطيت فكرة السلبيات والرغي في مش عارف مين عمل في مين ومش عارف، بدأت تعطينا نماذج إيجابية لا تستهين بهذا أبدا.
أشكرك. النماذج أصلي هي يعني هي النماذج اللي بتشرفني وموجودة في الشارع طول الوقت. خلينا نتكلم على ناس كافية، خلينا نتكلم على ناس إيجابية، خلينا نقول ولا شغلة بالها بالحاجات دي، مش مهملها، لكن هي شايفة أن الله للجميع والله بيحبنا كلنا، والمفروض أن احنا ببساطة الإيمان اللي احنا عايزين نرجع لها، المشترك بيننا بين الأديان، بين الخبرة الإنسانية في مشترك، مشتركات وعلى فكرة المشترك أكتر من الاختلاف، المختلف عليه صحيح. يمكن تلاقي ناس لاهوتيين كتير بيكتبوا في ده دلوقتي كتير، وكمان في كتابات إسلامية كتير. يعني أنا استعملت ده في رسالتي من الجانبين، إنه في حاجة يسموها الدين من داخل والدين من خارج. الدين من داخل المعتقد لابد يكون فيه خلاف، وده شيء يحترم، وكل واحد الدين حر. من خارج المشترك اللي بيننا ننميه، صحيح. هذا جانب تاني من سؤال حضرتك، إزاي نخفف من غلواء الاحتداد اللي موجود ده. احتداد واهي، والله واهي ملوش أصل. في لو بصيت فيه كويس مش هتلاقي لي أصل. في مصادر تغذية يا أستاذ محمود، ما تنساش في مصادر تغذية ومقصودة، يعني ما يشجعك مثل مجرد صحيح. حركتيني. في مصادر تغذية، قنوات ضخمة، يعني يا ساعات نقول لأن المصريين راحوا السعودية لا، ده الموضوع أكتر من كده بكتير، أكبر من كده، والغرب كمان يغذي هذا. كل ده لازم ننتبه له. طبعا يا دكتورة ما تقصدش المملكة السعودية، لكن هناك في فكرة زي ما عندنا، بتكلم برضو على الكلام فكر. الشائع في أفكار، في أفكار في كل دولة ممكن تجي لك من دولة هنا ولا هنا، لكن ده ملوش علاقة بالدولة نفسها. الأفكار الشائعة اللي هو أساسا كان موضوعنا، إنه تكلم دكتور وسيم عن كذا. اقترب بلا تبتعد يا أخي من أخيك. أشكرك يا دكتورة، ألف شكر حضرتك، كل سنة طيبين. غطس بكرة والدنيا حتمطر بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. صباح الخير.